احنا ان شاء الله هنبدا اليوم في هذه المحاضره باول لقاء في ما يخص مساق دايجنوستيك بكتيريولوجي. احنا طبعا في هذا المساق سنتطرق الى الحديث عن البكتيريا من ناحيه طبيه، والحديث عن الإجراءات اللي بيتم التعامل مع البكتيريا في تشخيص البكتيريا نفسها عن طريق المختبر، لأنه هذا المساق خليط ما بين المعمل والمادة النظرية. وإحنا إن شاء الله هنبدأ بالشق النظري، ولما تتحسن الظروف بإذن الله تعالى حناخد المعامل، جلسات المعامل في الكلية بإذن الله تعالى. المساق الدياجنوستيك بكتيريولوجي هو المساق يعتمد على مساق سابق له، وهو البكتيريا جنرال مايكروبيولوجي. طبعا انتم في السابق في مساق جنرال مايكروبيولوجي اخذتوا بعض المعلومات عن البكتيريا وعن البكتيريال سيلز والاستراكشر تبعتها والميتابوليزم اللي بتقوم فيها هذه الخلايا البكتيرية. أخذتوا كمان معلومات عن النيوتريشنز، كيف تتغذى البكتيريا، إيش الأشياء الاحتياجات الأساسية للبكتيريا عشان تنقسم وتنمو. كمان أخذتوا في جنرال مايكروبيولوجي طرق الاستراليزيشن والتعقيم والمواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم الأشياء. واحنا اليوم حنكمل مع بعض في المساق الدياجنوستيك بكتيريولوجي. احنا طبعا حننزل الملزمه كامله على المودل للطلاب، حتى تكون هي المرجع القانوني والرسمي لهم. واحنا من خلال شرائح الباوربوينت ومحاضرات الباوربوينت برضو يعني حنغطي الجزء الاساسي من المساق. حننزل لكم الفيديوهات هذه اللي احنا بنشرحها، وحننزل ملفات الباوربوينت اللي من خلالها انا بشرح الفيديوهات. اللي بالنسبه للتواصل، يعني انا ما بحبتش التواصل على الواتس واتساب لانه العدد كبير مع المساقات الثانيه اللي معايا. هذا جانب. الجانب الاخر، في هناك يعني امكانيه للتواصل عبر المودل او التواصل عبر البريد الالكتروني اللي هو الخاص بامتداد الكليه الجامعيه للعلوم والتكنولوجيا، ففيش مشكله بالنسبه للتواصل. يعني احنا في مجال للتواصل، لكن الواتساب يعني حيكون بالنسبه لي صعب لان العدد كبير اللي في الشعب اللي معايا والمساقات الاخرى اللي معايا. طيب احنا حنبدا اليوم في شابتر 1 اللي هو البرنسبل اوف ديزيز. الشابتر هذا بيتحدث عن اعطاء فكره ايه عن الامراض اللي بتسببها البكتيريا، كيف انه البكتيريا بتسبب الامراض، وهل انه كل البكتيريا بتسبب الامراض ولا قليل منها ام الكثير منها. يعني سنتطرق في هذه الامور ان شاء الله في هذا الشابتر. Will we will consider how the human body and various microorganisms interact in terms of health and disease. كيف احنا في هذا الشطر سنتطرق الى يعني كيف تنشا العلاقه بين الانسان والمايكروورجانيزم او البكتيريا، وهذه العلاقه اللي بتحكم حاله المرض والصحه. احنا بنعرف انه الانسان يعني لديه جهاز مناعه، والجهاز المناعة وظيفته هو الديفنس لجسم الإنسان ضد البكتيريا وضد الأمراض الفيروسية وضد الفطريات وضد أشياء كثيرة، لكن مش دائما جهاز المناعة بينجح في صد البكتيريا. احنا طبعا يعني خلينا نتحدث في هذا المساق عن البكتيريا، لأنه المساق اسمه Diagnostic Bacteriology، وبالتالي حيكون التركيز على البكتيريا نفسها. فبنقول انه بالرغم من انه الجهاز الانسان يملك جهاز مناعه قوي المفروض وفعال، لكن هناك بعض الظروف تحدث لدى الانسان يتم اختراق هذا الجهاز من قبل البكتيريا واحداث المرض او مجموعه من الامراض اللي هي ممكن تكون متفاوته ما بين بسيطه او متوسطه او خطيره.
بيقول لي when our defenses resist these pathogenic capabilities we maintain our health. إذا إحنا نجح جهاز المناعة في صد البكتيريا اللي دخلت الجسم معناته إحنا حافظنا على صحتنا والجسم بتكون أموره تمام فيش أي مشكلة. When the pathogen's capability overcome our defenses disease result. طيب الحالة الثانية إذا كان الباثوجين استطاع أن يخترق جهاز المناعة ويتغلب على جهاز المناعة معناته النتيجة الفورية اللي هو حالة المرض تنشأ لدى الإنسان. يبقى معناته الإنسان عنده جهاز مناعة، جهاز المناعة المفروض أنه هو بيصد البكتيريا ويمنع البكتيريا من إحداث المرض داخل الجسم. إذا نجح جهاز المناعة معناته الأمور تمام، اللي قضينا على البكتيريا في جسم الإنسان والإنسان المصاب يعني حافظ على حيويته والهيلث تبع الستيت الهيلث ستيت تبعته. لكن في حالة ما إنه الميكروب، وهذا طبعا يحدث، إنه الميكروب دخل جسم الإنسان وتغلب على جهاز المناعة ستنشأ حالة الديزيز لدى الإنسان. الآن بعد نشوء حالة الديزيز كمان لسه جهاز المناعة هو في بيخش في محاولات وبروسيس وميكانيزمز كتيرة بهدف إنه هو يعني ما بيأسش، يحاول إنه هو يقلل من العدد البكتيريا، يقلل من تأثير السموم، يقلل من الملتيبليكيشن تبعتها. وبالتالي بيقول لي after the disease the disease has become established an infected person may recover completely. يعني في ناس لما بينشأ عنده حالة المرض بعد ما استطاعت البكتيريا إن هي تخترق جهاز المناعة معناته بينشأ حالة المرض قلنا، لكن في ناس بتتعافى بعد حالة المرض بمساعدة وبنشاط جهاز المناعة أو بمساعدة الأدوية اللي هي الداعمة لجهاز المناعة. فبالتالي في عنا بعد حالة المرض ممكن إنسان يشفى وتمشي الأمور ممتازة فيش أي مشكلة، أو سفر temporarily or permanent damage or die. يعني ممكن هذه الحالات تنشأ إنه هو بيمرض، طيب بعد ما مرض بيشفى فيش مشكلة وبيمارس حياته طبيعية، أو إنه هو بعد ما يظهر المرض هو بيعاني لمدة شهر أسبوع 10 أيام قد تطول أو قد تقصر وتنتهي هذه المعاناة، أو إنه هو يصاب بيرمننت دامج يعني إصابة دائمة وإعاقة دائمة، قد تصيب العين، قد تصيب جهاز معين، قد تصيب أعصاب في منطقة معينة، فممكن يكون في عندنا حالة بيرمننت دامج أو داي، أو قد يموت الإنسان إذا كان ما قدرش يسيطر على نشاط البكتيريا في جسمه. يبقى معناته ملخص الحديث إحنا بنقول إنه جهاز المناعة لدى الإنسان موجود وهو يقوم المفترض إنه هو بيقوم بوظيفة جيدة وممتازة في دفاع جسم الإنسان ضد البكتيريا. في بعض الحالات تستطيع البكتيريا اختراق خطوط الدفاع لجهاز المناعة إذا استطاعت أن تخترق تنشأ حالة المرض. إذا نشأت حالة المرض هناك ينقسم الناس إلى عدة أقسام، منهم من يمرض ثم يتعافى مباشرة بعد يوم أو يومين، منهم من يعاني من أعراض متعددة لمدة معينة ثم تذهب هذه الأعراض، منهم من يعاني من إعاقات وأضرار دائمة، ومنهم من يموت في نتيجة هذه الإصابة. طيب نيجي للمصطلح الباثولوجي والإنفكشن and disease. إحنا طبعا قبل ما نذكر الأمراض ونذكر كيف البكتيريا بتسبب هذه الأمراض وكل الظروف المصاحبة للحالات المرضية اللي بتنشأ عنا، خلينا بس نتطرق لبعض المصطلحات عشان احنا لما نذكر هذا المصطلح تكونوا عارفين احنا على ايش بنتكلم. الباثولوجي بيقول لي is scientific study of disease. باثولوجي scientific study of disease، دراسة علمية اللي هو علم الامراض. باثولوجي علم الامراض اللي هو دراسة علم الامراض. هذا علم الامراض اللي بيتعلق بثلاث محاور اساسية عشان احنا نفهم يعني ايش باثولوجي. المحور الاولاني اللي هو بيهتم بالإتيولوجي او الكوزيتيف ايجنت او المسبب لهذا المرض.
يبقى معناته إذا إحنا نحكي عن بيولوجي إحنا بنتكلم بالضرورة عن اللي هو الإتيولوجي أو الكوزيتيف إيجنت اللي سبب المرض المعين اللي إحنا بنتكلم عنه. المحور الثاني اللي هو الباثوجينيسيس، المقصود الباثوجينيسيس اللي هو المانر إن ويتش ديزيز ديفلوب، يعني آلية سير عمل حركة المرض، آلية حركة الميكروب داخل الجسم، أو بمعنى آخر في ناس بتقول عنها هي دورة حياة الميكروب داخل الجسم. وبالتالي الباثوجينيسيس اللي هو إحنا بنفهم خارطة المرض، خارطة سير هذا الميكروب وما يسببه من أمراض ومن مشاكل في داخل جسم الإنسان، هذا الدراسة بنسميها الباثوجينيسيس. وبالتالي إحنا لما بدنا نتكلم عن بكتيريا تسبب أمراض الإنسان من الضروري إن إحنا نعرف الباثوجينيسيس تبعتها، يعني هي كيف تحدث المرض، إيش الآليات، إيش الخطوات، إيش المنر اللي بتسببها، اللي من خلاله تسبب هذا المرض. طبعا إحنا حكينا قبلها إنه هو لازم يكون نعرف مين هو المسبب. ثلاثة، لازم يكون عارفين the structural and functional changes brought about by disease and with their final effects on the body. المحور الثالث اللي هو التغيرات الوظيفية والتركيبية اللي بتصاحب هذا المرض، لأنه لما إحنا بنحكي عن حدوث المرض، هو إيش حدوث المرض؟ حدوث المرض اللي هو تعطيل إما وظيفي أو في structure في أي جهاز في جسم الإنسان، وبالتالي هذا التعطيل يحدث من النتيجة عنه اللي هو المرض. يبقى احنا بنكون عارفين وايش المشكلة اللي بسببها. لما انا بقول انه المسبب الفلان الفلاني بكتيريا الفلانية، وانا بعرفت الباثوجينيسيس تبعتها سيرها خريطتها، الان انا بدي اعرف طب هي ايش المشكلة بتسببها، هي بتعطل ايش، هي بتخرب ايش، هي بتوقف عمل ايش. وبالتالي بدي اشوف الاستراكشرال اند فانكشنال تشينجز brought about the disease and their final effect on the body. في عندي مصطلحين، المصطلح الأولاني اللي هو infection والمصطلح الثاني اللي هو disease. كتير من الأحيان بيتم استخدامهم interchangeably، يعني أحيانا نستخدم infection بالقصد اللي نحن نحكي عن disease، واحيانا نحكي كلمه ديزيز احنا بنقصد فيه الانفكشن، لكن الحقيقه هما المصطلحين مختلفين، المصطلحين هما مختلفين. الان الانفكشن المقصود فيه اللي هو is the invasion or colonization of the body by pathogenic microorganism. الانفكشن المقصود فيه اللي هو حدوث اختراق للباثوجين داخل الجسم الانسان. فلما بيقول infection المقصد انه هو دخل الميكروب او البكتيريا من البيئة الى داخل جسم الانسان، سواء كان في مثلا الجهاز البولي، في الجهاز الهضمي، في تحت الجلد، دخل للدم، هذا الدخول اسمه infection. فهذا الميكروب اللي دخل جسم الانسان، هذه الحالة احنا بنقول عن infection، فهي invasion اختراق or colonization استيطان واستقرار of the body by pathogenic microorganism. إذا كان pathogenic microorganism إذا اخترقت جسم الإنسان واستقرت فيه هذا اسمه infection. طب الديزيز لا، الديزيز occur when an infection result in any change from state of health. الآن السؤال هل كل infection بيحدث نتيجة المرض؟ الجواب لا، ممكن تحدث انفكشن وانت ما تشعر بالمرض وجسمك يسيطر على الامور وانت لا تدري، لكن اذا حدثت الانفكشن ونتج عن هذا الانفكشن انه في تغيير في الصحه في الحاله الصحيه للانسان، يصبح هنا المصطلح بنتكلم عن الديزيز. يبقى الديزيز ينتج نتيجه حدوث الانفكشن اذا صاحبها تغيير في الحاله الصحيه للانسان. كمان مره، الديزيز هو ينتج عن الانفكشن إذا صاحب هذا الانفكشن تغيير في الحالة الصحية للإنسان، فيصبح هنا الحالة نتكلم عن اللي هو الديزيز. يبقى معناته هما مصطلحين مختلفين، الانفكشن هو اختراق واستقرار للبكتيريا داخل الجسم الإنسان ومش بالضرورة إنه ينتج عنه مرض،
المرض هو ناتج عن الانفكشن اذا حدثت تغييرات طبيه على الحاله الصحيه للانسان. يبقى معناته the disease is abnormal state in which part of or all the body is not properly adjusted or incapable of performing its normal function. الحاله المرضيه هي حاله غير طبيعيه بيتعرض لها الجسم، فيها بيتم او بيكون الجسم غير قادر على القيام بوظائفه الطبيعيه، ممكن يكون كل الجسم او جزء من الجسم. يبقى كمان مره ديزيز هي حاله غير طبيعيه، في هذه الحاله الغير طبيعيه ممكن الجسم كله او جزء من الجسم غير قادر على القيام بوظيفته الطبيعيه في الوضع الطبيعي المعتاد. الانفكشن ما اكزيست ان ذا ابسنس اوف ديتكتابل ديزيز، ممكن حكينا انه ممكن انفكشن يحدث من غير ما يكون في هناك ناتج عن هذا الانفكشن اي ديزيز. فور اكزامبل ذا بودي مي بي انفكتد وذ فيروس ذات كوز ايدز بات ذير مي بي نو سيمبتومز اوف ذا ديزيز. هنا بيجيب لنا مثال انه مثال على ايش؟ مثال على حاله انفكشن لم يتبعها ديزيز. في بعض الناس تصاب بالفيروس اتش اي في اللي هو مسبب لمرض الايدز، وهذا الاصابه بيتم في اختراق للفيروسات لجسم الانسان، يعني صار انفكشن واستقر في جسم الانسان، يعني حدث انفكشن بالفعل، وبالتالي هنا ممكن الانسان يتعايش الى 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 مدى الحياه مع الفيروس ولا يحدث اي تغيير ولا يشعر باي تغيير في جسمه، تغييرات مرضيه يعني. وبالتالي مش كل انفكشن يحدث نتيجه وجود الانفكشن اي مرض. الان احنا بعد ما اخذنا عرفنا مصطلح الديزيز والانفكشن، في بعض المصطلحات ايضا بدنا نتكلم عنها ونوضحها عشان الامور تتضح اكثر واكثر. في مصطلح عندي اللي هو النورمال مايكروبيوتا. نورمال مايكروبيوتا، ايش المقصود بالنورمال مايكروبيوتا؟ نورمال مايكروبيوتا المقصود انه نتكلم عن البكتيريا اللي هي بتكون موجوده في جسم الانسان او على جسم الانسان، وهذه البكتيريا موجوده بصوره طبيعيه وما فيش فيها مشكله عند جسم الانسان معها، يعني هذه نورمال مايكروبيوتا، هذه موجوده نورمال، طبيعي انها تكون موجوده، طبيعي انها تكون موجوده، وهذا الامر طبيعي لانه الجسم، يعني جسم الإنسان ما بيعيشش في بيئة معقمة، جسم الإنسان بيعيش في بيئة مليئة بالبكتيريا على اختلاف أنواعها، وبالتالي هو يعني معرض أن يكون في عنده موجود نورمال مايكروبيوتا. طب إيش هي نورمال مايكروبيوتا وكيف هي نشأت من الأساس؟ الجنين بعد عملية الولادة، طبعا قبل عملية الولادة بيكون هو موجود في ظروف معقمة ما فيش بكتيريا خالص. خلال عملية الولادة بيتعرض للبكتيريا خصوصا لاكتوباسيلس. بعد الولادة ما تتم الطعام والشراب اللي بيتغذى عليه الجنين بيخلي يسمح بوجود بكتيريا خصوصا الشيشة كولاي انها تستوطن في اللارج انتستنز اللي لهذا الجنين، وبالتالي تبدأ من هنا البداية وجود او استقرار الشيشة كولاي في اللارج انتستم، وهذا الاستقرار بيبقى مدى الحياة عند هذا الإنسان. الإشريشة كولاي اللي حكينا عليها إنها تستوطن منطقة اللارج انتستم وتبقى مدى الحياة، الصحيح هي مثال على نورمال مايكروبيوتا، ولكن مش بس منطقة الأمعاء الغليظة هي المنطقة اللي بتكون مكان أو مكان استيطان للنورمال مايكروبيوتا. في عندنا مناطق أخرى موجودة في جسم الإنسان وجسم الإنسان بيتعايش مع هذه البكتيريا. بقول لي many other usually harmless microorganisms establish themselves inside other part of normal adult body and on its surface. في مناطق أخرى على سطح الجسم الإنسان على الجلد يعني، وفي مناطق أخرى غير الانتستين زي الفاجينا زي الماوث ومناطق أخرى تانية. المايكروغونيزم that establish more or less permanent residence
but that do not produce disease under normal condition are member of the body's normal microbiota or normal flora. Normal microbiota أو normal flora. يعني هنا بعد ما فهمنا إيش قصة النورمال مايكروبيوتا، الآن بنلخصها بنقول هنا إنه المايكروغانيزم ذات استابليش مور أور ليس بيرمننت ريزيدنس، يعني البكتيريا أو المايكروغانيزمز اللي بتكون موجودة في منطقة محددة، وغالبا بتكون هذه المنطقة الوقت بيكون طويل الأمد، ولا تنتج أي أمراض في الظروف الطبيعية. كمان مرة في الظروف الطبيعية، وهذا لازم، but do not produce disease under normal conditions، لأنه إحنا إذا بطلت القصة normal conditions ستحول إلى بكتيريا ممرضة، وهذا كلامنا حنتطرق إليه يعني كمان شوية. إذا وجود البكتيريا في منطقة معينة، هذا الوجود قد يكون أبدي وقد يكون مؤقت، بغض النظر هو أبدي أو مؤقت، ولكن هي لا تنتج أو لا يصاحبها حدوث أمراض في الحالة الطبيعية، في الظروف الطبيعية. هذا بنسميها normal microbiota أو normal flora. إذا normal microbiota أو normal flora هي بكتيريا تتعايش مع جسم الإنسان في مناطق محددة. هذا التعايش قد يكون دائم مدى الحياة أو قد يكون مؤقت، ولا ينتج عنه في الظروف الطبيعية أي أمراض في الظروف الطبيعية. في بعض البكتيريا بنقول عنها transient microbiota. transient يعني عابر. transient microbiota may be present for several days, weeks or months and then disappear. هذه الميكروبيوتا بتكون نفس شروط السابقة، انه هي بتسببش امراض في الوضع الطبيعي، وهي بتكون موجودة في منطقة معينة لكن هي تختفي بعد هذه المنطقة، فهنا بنسميها هذه transient microbiota، بتكون موجودة لفترة قصيرة نسبيا بالمقارنة مع النورمال مايكروبيوتا الموجودة في الأمعاء أو في الفاجينا أو في الماوث أو أي مناطق أخرى تانية. هنا يعني هذه الرسمة بتوضح لي مناطق وجود النورمال مايكروبيوتا في عند جسم الإنسان، فتستطيع يعني انه انتم يعني تطلعوا عليها وتشوفوها في عندك النوز الماوث اللانج، يعني المناطق اللي انتم عارفينها، وهذه ما بتسببش امراض. فعشان هيك هذا الميكروب بيقول لك وي ار نوت اول باد، مش كلنا عطلين، في ناس منا محترمين. بيقول لي microbes can colonize only those body cells that are can supply the appropriate nutrients. These nutrients may be derived from secretory and excretory products of cell substances in body fluid, dead cells and food in the gastrointestinal tract. المناطق اللي هي مناطق استقرار للnormal microbiota، هذه المناطق يجب أن يشترط فيها أنها تكون مقدمة أو تقدم الغذاء والمأوى والظروف المناسبة للبكتيريا عشان تستقر. لما نحن بنتكلم عن الشيشة كولاي إنه هي موجودة في الأمعاء الغليظة، وهذا الوجود قد يستمر مدى الحياة، معناته إحنا بنتكلم عن إنه الأمعاء الغليظة تقدم الغذاء والمأوى والتمبريتشر والبي اتش وكل الظروف المناسبة والطبيعية لنمو البكتيريا الشيشة كولاي وبقائها في اللارج انتستين. إذا نحن بنتكلم عن وجود ثري ووجود خدماتي، بيكون الميكروب بيستفيد من هذا المكان اللي هو موجود في جسم الإنسان. البكتيريا بتحتاج إلى physical and chemicals factors عشان تستمر في حياتها، أو هذه physical والchemical factors بتستمدها من جسم الإنسان، وجسم الإنسان هو اللي بيوفرها لهذه البكتيريا، زي البي اتش والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والسالينيتي والسنلايت. كل أمور هذه الميكروبات بتكون تحصل عليها من خلال وجودها في المكان المحدد في جسم الإنسان. إذا الميكروبيوتا عشان تستمر في مكان وجودها وتتعايش مع هذا المكان، يجب على هذا المكان أن يوفر لها
ما تحتاج من غذاء ومأوى وعوامل فيزيائية هامة لوجودها واستقرارها. في بيقول certain regions of the body are subjected to mechanical forces that may affect colonization by normal microbiota. العوامل الفيزيائية اللي بتكون بتؤثر على وجود البكتيريا من ضمنها اللي هو العامل الميكانيكي. ايش يعني العامل الميكانيكي؟ العامل الميكانيكي اللي هو يعني بيأثر على عدد البكتيريا من ناحية الكثرة أو القلة من باب اللي هو الحركة اللي من جانب الحركة. مثلا على سبيل المثال the chewing actions of the teeth and tongue, flushing action of urine also remove unattached microbes and in respiratory system mucus trap microbe which cilia then propel toward the throat for elimination. في بعض المناطق من جسم الإنسان المفروض إنه يكون عدد البكتيريا محدود، ومفروض إنه هو ما يكونش يعني في overcrowding لهذا أو تراكم أو تزاحم للبكتيريا في هذه المناطق. إحنا قدام شوية حنتكلم عن إنه النورمال مايكروبيوتا اللي هي موجودة في مناطق محددة في جسم الإنسان وجودها الطبيعي محكوم بأمور كثيرة يجب إنه الجسم الإنساني يحافظ عليها. بمعنى إيش؟ بمعنى إنه هي ما تكونش ما تزيدش كثير عن الوضع الطبيعي، لأنه إذا زادت كثير حتصير في اختلال. ما تقلش كمان ما تقلش أكثر من الوضع الطبيعي، لأنه قلتها حتسبب إنه دخول بكتيريا جديدة على الخط، وبالتالي حتصير مشكلة. يبقى المفروض إنه يكون في توازن. التوازن هذا بيساعد على انه يكون الوضع الطبيعي او الحاله الطبيعيه هو مستوى معين من عدد البكتيريا النورمال مايكروبيوتا اللي موجود في هذه المناطق. جسم الانسان بيعمل كنترول لعدد البكتيريا في هذه المناطق، ومن ضمن الادوات الكنترول للتحكم في العدد اللي هو الاداه الميكانيكيه. على سبيل المثال التيث والتانك خلال عملية مضغ الطعام، هذه الحركة مضغ الطعام وحركة الطعام خلال في الفم هذا بيشيل الجزء من البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي على الأسنان، وبالتالي بيخفف من التزاحم وتراكم البكتيريا على الأسنان. هذا الكلام طبعا بيؤدي إلى أن احنا خلال عملية مضغنا للطعام بنحافظ على مستوى ثابت ومناسب للبكتيريا في الفم. المثال الثاني انه في نهايه القناه الجهاز البولي عند الانسان في هناك وجود بعض البكتيريا في نهايه القناه البوليه، نوعات البكتيريا بشكل طبيعي، لكن اذا زادت عن عدد محدد بينقلب الامور الى احداث امراض في هذه المناطق. عمليه خروج البول بشكل مستمر بين فتره واخرى الى الخارج فبيشطف مع البكتيريا اللي موجوده في هذه المناطق، وبالتالي هذه ازاله ميكانيكيه مستمره كل فتره وفتره لاي بكتيريا تزداد في هذه المنطقه. البكتيريا اللي بتدخل القصبه الهوائيه من خلال عمليه تنفس للهواء والغبار، فبصير في عمليه تراب او اللصق التصاق او صيد لهذه البكتيريا على الطبقه المخاطيه للحنجره، وبالتالي السيليا الأهداب تبطلها تحرك الطبقة المخاطية حاملة معها البكتيريا إلى الخارج، فبتم عمل إليمينيشن لها. يبقى هذه ثلاث أمثلة على عملية الميكانيكال فورسز اللي بتتحكم في مستوى عدد البكتيريا الموجود في المناطق اللي المفروض أن تتعايش معيشة طبيعية بشرط أنه هي ما تكونش في زيادة في العدد. فإذا بنرجع بنقول أنه جسم الإنسان في بعض المناطق بيسمح بوجود هذه البكتيريا، بيمدها بالغذاء وبيمدها بالتمبريتشر المناسب والبيئات المناسب والظروف المناسبة، شرط انه هي ما تزيدش وما بدناش برضو تقل. الان من ضمن الاشياء اللي هو بيعمل كنترول جسم عليها اللي هو الميكانيكال فورسز، وزي ما تطرقنا حكينا انه مضغ الطعام بواسطة الاسنان وحركته بواسطة اللسان وخروج البول من جسم الإنسان بين الحين والآخر، وحركة السيليا اللي هي على مدار 24 ساعة،
كل هذه ميكانيكال فورسز بتحد من تراكم البكتيريا وزيادة عددها في الكانورمال فلورا، وهذه الزيادة غير محمودة. اللي احنا بدنا اياه هو عدد ثابت ومستقر ومعقول يستطيع الجسم يتعايش معاه بشكل طبيعي. بيقول لي conditions provided by host at particular body site vary from one person to another so affecting the number of microbiota. الجسم الانسان او الاشخاص او الناس يعني بيختلفوا من شخص لاخر بالنسبة لوجود هذه البكتيريا. الظروف المتاحة للبكتيريا يعني بجمالا هي ثابتة إلى حد ما عند الناس، ولكن تختلف من شخص لآخر. يعني كيف تختلف من شخص لآخر؟ تختلف لأنه الناس مختلفة في الصحة العامة تبعتها، ناس مختلفة في الحالة الغذائية، في العمر، في الوجبات الغذائية اللي بياكلوها، الهيلث ستيتس، الحالة الصحية بتاعته، هل هو مريض ولا مش مريض، أمور كثيرة بتخلي الناس مختلفة في ظروف جسمها الداخلية، وطبعا هذا بيأثر على البكتيريا. إذا البكتيريا اللي الميكروبيوتا أو النورمال ميكروبيوتا هي تتعرض او تتاثر بظروف داخليه داخل الجسم، بهذه الظروف تختلف باختلاف شخص لاخر، لانه الناس مختلفين في قدره جهاز المناعه تبعتهم، مختلفين في الاعمار، مختلفين في الصحه العامه تبعتهم، مختلفين في الـ في الكلايميتس الفصول السنويه بين الصيف وشتاء وربيع، الكثير بظروف بيئيه بتمر من انسان لانسان. هذه بتخلي الميكروبيوتا او النورمال ميكروبيوتا ما بتكونش يعني موجوده في ظرف ثابت عند جميع البشر. وطبعا هذا الكلام بنحكيه لانه هذا الكلام بياثر على عددها وعلى نشاطها. بدنا نتكلم هنا عن relationships between normal microbiota and the host. طيب الآن لما حكينا عن النورمال ميكروبيوتا وأنه هي موجودة في مناطق معينة في جسم الإنسان، وأنه جسم الإنسان بيمدها بما تحتاجه، وأنه الأمور يعني تمام، وإحنا ما بدناش تزيد عن عددها ولا تقل. طيب الآن وجودها هذا اللي هو قد يكون مدى الحياة، هذا الوجود اللي يعني بتنشأ عنه علاقة، هذا العلاقة إحنا بدنا نفهمها، اللي نشوف يعني هي إيش طبيعة العلاقة الموجودة. هل انا كجسم انسان انا يعني انا بستفيد من هذا الامر ولا انا ما بستفيدش منه؟ خلينا نشوف ايش بتنشا عن هذه المعايشه، ايش انواع العلاقات اللي بتنشا بين الهوست اللي هو الانسان والنورمال مايكروبيوتا. بيقول لي once established the normal microbiota can benefit the host by preventing the overgrowth of harmful microorganisms. This phenomenon is called microbial antagonism or competitive exclusion. الآن أهم شيء أو أهم علاقة تنتج ما بين الهوست والنورمال مايكروبيوتا، إنه النورمال مايكروبيوتا أو نورمال مايكروغانيزم بيمنع الزيادة في عدد الهارمفول مايكروغانيزم. إذا النورمال مايكروبيوتا بيمنع الزيادة في أعداد البكتيريا والمايكرو أورجانيزمز الضارة في جسم الإنسان، يعني بيعمل عليها كنترول. هذا المصطلح بنسميه مايكروبيال أنتاجونيزم أو كومبتيتيف إكسكلوجن. كومبتيتيف يعني تنافسي. فإذا إحنا بنتكلم عن المناطق مثلا زي الأمعاء الغليظة، هذه المنطقة الوارد. طيب إذا إحنا بدنا نتكلم عن العلاقة ما بين الهوست والنورمال مايكروبيوتا، أهم علاقة تنشأ إنه في عندي منفعة متبادلة ومشتركة، وهو إنه الباثوجينيك مايكرو أورجانيزم أو المايكرو أورجانيزمز اللي هي تسبب أمراض للإنسان ممكن تكون موجودة في نفس مناطق اللي هي وجود النورمال مايكروبيوتا. ليش؟ لأنه النورمال مايكروبيوتا هي في الآخر بكتيريا، والبكتيريا اللي بتسبب الأمراض ما هي برضو بكتيريا، ممكن اللي بناسبها الميكروبيوتا بناسبها. لكن وين الموضوع؟ الموضوع إنه النورمال ميكروبيوتا هي وجودها في المناطق اللي ذكرناها في جسم الإنسان
هي تعتبر منافسة للباثوجينيك أو الهارمفول مايكرو أورجانيزم، منافسة لها، وبالتالي وجودها بيحمي جسم الإنسان من هذه الأمراض. إحنا بنسمي هذه العلاقة كومبتيتيف إكسكلوجن أو مايكروبيال أنتاجونيزم، يعني علاقة تنافسية، تنافسية بين مين ومين؟ تنافسية ما بين النورمال مايكروبيوتا والباثوجينيك مايكرو أورجانيزم. وبالتالي عند حضور الباثوجينيك مايكرو أورجانيزم إلى هذه المنطقة هيلاقي إنه المكان مشغول بالنورمال مايكروبيوتا، وطبعا النورمال مايكروبيوتا مش هتستنى إنه هو يتكاثر وعلى حسابها، فتبدأ هنا المنافسة بالعديد من الأدوات اللي احنا نتكلم عليها كمان شوية. إذا تنشأ الحالة اللي اسمها مايكروبيال أنتوجينيزم ما بين النورمال مايكروبيوتا والهارمفول مايكرو أورجانيزمز. طيب إذا كان البالانس هذا اختل، يعني طالما انه موجود البالانس هذا، الباثوجينيك مايكرو أورجانيزم موجودة بشكل يستطيع جسم الإنسان انه يتأقلم معاه، واللي خدمني في هذا الكلام النورمال مايكروبيوتا والامور ماشيه تمام، اذا كان اختل هذا التوازن، اختل هذا التوازن بمعنى ايش؟ انه مثلا دخل جسم الانسان في ظروف جعلت المايكرو النورمال مايكروبيوتا يقل عددها، هذا معناته انه الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم هتستغل الفرصه وتتكاثر على حساب النورمال مايكروبيوتا فينشا عندي حاله مرضيه. طب ايش الحالات اللي بتخلي جسم الانسان انه يقلص من النورمال مايكروبيوتا؟ استهلاكنا للانتيبيوتكس. فانت لما بتكون مريض بمرض معين وبتاخد انتيبيوتكس، الانتيبيوتكس هذه ممكن تاثر على النورمال مايكروبيوتا الموجوده في الامعاء، انت بتبلعها وبتاخدها بهدف انه انت مثلا تقتل البكتيريا الموجوده في الدم او تقتل بكتيريا عام ابسس عامله لك ابسس، لكن هي في النهايه هتدخل الامعاء الغليظه وتاثر على النورمال مايكروبيوتا الموجوده، وبالتالي يتم هناك استغلال الوضع هذا القائم جديد من قبل الباثوجينيك او الهارمفول مايكرو اورجانيزمز، وبالتالي هذا الاختلال في التوازن خدم الهارمفول مايكرو اورجانيزمز. مثال اخر انه في الفاجينا بيكون في عندنا البكتيريا موجوده بشكل طبيعي، وهذه البكتيريا تخلق جو بي اتش يساوي 4، يعني اسيديك انفايرمنت. هذا الاسيديك انفايرمنت غير مريحه للكانديدا فطريات اسمها كانديدا البيكانز، لكن اذا كان تم حدوث او نشوء حاله عدم استقرار لهذه البكتيريا في الفاجينا وقل عددها نتيجه استخدام بعض الادويه اللي من قبل الانسان، فبيقل عدد البكتيريا اللي بتخلق البي اتش اللي هو باسيديك بي اتش، فتتحول الاسيديك بي اتش مع غياب النورمال فلورا او النورمال مايكروبيوتا في الفاجينا، غيابها بيحول البي اتش الاسيديك الى نيوترال، هذه الحاله تسبب زياده في عدد الكانديدا البيكان، وبالتالي بيصير في عندنا حاله الفاجينايتس او التهاب المهبل. هذا الكلام ناتج عن غياب النورمال مايكروبيوتا، وبالتالي الامثله عديده وكثيره، لكن مهم جدا ان احنا نفهم انه النورمال مايكروبيوتا مهمه جدا للانسان، هي بتمنع حدوث الامراض من البكتيريا الضاره اللي بتكون موجوده وبتنافسها النورمال مايكروبيوتا، لكن طالما انه الامور طبيعيه فيش مشكله والامور تحت السيطره. غياب حاله الاستقرار وحدوث امبالانس في هذا الوضع المستقر وقله عدد النورمال مايكروبيوتا يجعل من الباثوجينيك مايكرو أورجانيزم تستغل الموضوع وتعمل مشاكل في المنطقة اللي هي موجودة فيها. العلاقة اللي قائمة بين النورمال مايكروبيوتا والهوست اللي بيقول لي انه relationship between normal microbiota and host is called symbiosis. Symbiosis اللي هو وجود علاقة ما بين النورمال مايكروبيوتا والهوست، بين النورمال مايكروبيوتا والهوست. ولما نحكي عن symbiosis معناته في العلاقة هذه على الأقل في واحد مستفيد. ما هو لو ما كانوا الاثنين مش مستفيدين ما بتنشأش العلاقة من أساسها. وبالتالي لما أنا بحكي عن سيمبيوسيس أنا بحكي على علاقة قائمة بين النورمال مايكروبيوتا والهوست. في هذه الحالة بيكون واحد على الأقل هو المستفيد. فإحنا
في الرسمة هنا في عندي السيمبيوسيس، في عندي ثلاث بنقسم الى ثلاث انواع من هذه العلاقه، يعني العلاقه اللي ما بين النورمال مايكروبيوتا والهوست تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاولاني اللي هو كومنساليزم. في الكومنساليزم هذه one organism benefit and the other is uninfected. يعني العلاقه السيمبيوزس من نوع كومنساليزم كائن حي منهم واحد من الاثنين مستفيد والثاني لا بيستفيد ولا بينضر، هو عن افكتد، فهو غاب او ما حضر هو مش هتفرق معاه، وبالتالي هو عن افكتد. هذه في حاله الكومنساليزم. يبقى السيمبيوسيس هو وجود علاقه، هذا علاقه في واحد من الاثنين لازم يستفيد. طيب تنقسم الى ثلاث اقسام. كومنساليزم معناته في طرف استفاد وطرف لا استفاد ولا انضر. طيب الميوتشواليزم الطرفين مستفيدين، الطرفين مستفيدين. طب بارازيتيزم طرف مستفيد وطرف متضرر من هذه العلاقه. يبقى في البارازيتيزم في طرف مستفيد وطرف متضرر، في الميوتشواليزم في طرف الطرفين مستفيدين، في الكومنساليزم في طرف مستفيد وطرف لا بيستفيد ولا بنضر. تلاحظوا في الثلاث اقسام في دائما في طرف مستفيد، في الثلاث اقسام في البارازيتيزم والميوتشواليزم والكومنساليزم في دائما في طرف مستفيد، لان الطرف الاخر اما مش مستفيد او مش مستفيد او خالص مش متضرر او انه مستفيد او هو متضرر، لكن في النهايه دائما في طرف واحد هو المستفيد. فهنا بقول الكومنساليزم وان اورجانيزم بينيفيت والثاني ان افكتد خالص لا بينضر ولا مستفيد. ومثال عليها اللي هي الكورين بكتيريا اللي بتكون موجوده في العين والمايكوبكتيريا اللي موجوده في الاذن، هذول اللي ما ثبتش ان هم يعني بيسببوا اي مضره او اي منفعه للعين او الاذن، لكن هم مستفيدين ان هم موجود لهم ماوى وموجود لهم مصدر غذائي من الافرازات في هذه المناطق والخلايا اللي بتكون الجسم بتطردها من هذه المناطق بتتغذى عليها، ولم يثبت لحتى الان انه هي بتعمل اي مشاكل للانسان. وبالتالي هنا كحاله او مثال على الكومنساليزم. الميوتشاليزم اللي هو بيكون الاثنين هم اللي بيستفيدوا، زي مثلا وجود الشيشه كولاي في اللارج انتستين، الشيشه كولاي بتمد الجسم بفيتامين كاف وصم بي فيتامينز، الفيتامينات هذولا تطلعهم الشيشه كولاي اللي موجوده في اللارج انتستين وبيمتصها الجسم وبيستفيد منها كفيتامينات، وهي مستفيده من وجودها في داخل الامعاء لانه في غذاء وفي حراره كويسه وفي بي اتش كويس وفي ماوى ومكان، وبالتالي الاثنين هنا مستفيدين. وبالتالي هذه حاله الميوتشاليزم ناشئه على اساس الاستفاده بين الجهتين. البارازيتيزم اللي هو حاله تنشا انه في كائن حي مستفيد والكائن الحي الاخر متضرر. فزي المثال عندنا انه في كائن حي اللي هو هنا مثلا البعوضه هي مستفيده من جسم الانسان وهي تمتص منه الدم، لكن هو متضرر انه هي تنقل اليه الملاريا مثلا، وبالتالي او بعض الفيروسات او بعض البكتيريا، وبالتالي هذه العلاقه هي استفادت لكن هو او الانسان ما استفادش من هذه العلاقه، وبالتالي هنا بتكون العلاقه اسمها بارازيتيزم. الان احنا فهمنا العلاقه ما بين الهوست والنورمال مايكروبيوتا وانواع الثلاثه وشروط استمراريتها بالشكل المرضي، انها ما تكونش فيه زياده او في نقصان كثير في العدد. في مصطلح اسمه opportunistic microorganisms، هذا مهم جدا ان احنا نعرفه لانه له علاقه بالعلاقه جدا قويه في مفهوم العلاقه ما بين اللي هو الهوست والنورمال مايكروبيوتا. بيقول لي keep in mind that under certain conditions the relationship can change. في بعض الاحيان خد بالك العلاقة النورمال مايكروبيوتا نفسها ممكن تتغير. تتغير وقت ايش؟ اذا تغيرت الظروف. اذا تغيرت الظروف. كيف يعني تغيرت الظروف؟ نضرب مثال. الشريشة كولاي is generally harmless as long as it remains in large intestine.
احنا حكينا قبل شوية قلنا ان الشيشة كولاي هي موجودة بصورة طبيعية في اللارج انتستين، وهذا الوجود بيكون موجود مدى الحياة، والبكتيريا بتستفيد من اللارج انتستين انه هي بتاخذ الغذاء والحرارة والوضع المناسب والمكان والبيئة والمأوى، وفي نفس الوقت هي بتمدك بالفيتامينات وبتمنع تكاثر البكتيريا الضارة في اللارج انتستين، يبقى الامور هيك مستقرة وتمام. لكن but if it gains access to urinary bladder, lungs, spinal cord or wounds, it may cause urinary tract infections, pulmonary infection, meningitis or abscess. لكن هاي البكتيريا الشيشة كولاي نفسها، هذه البكتيريا نفسها اذا خرجت من اللارج انتستين وراحت على مكان اخر او اماكن اخرى في جسم الانسان، هنا سينشا مرض ناتج عن وجود الشيشة كولاي خارج المكان المفروض يكون موجود طبيعي فيه. فسبيل مثال الشيشة كولاي لو خرجت من اللارج انتستين ووصلت الى المجرى القناة البولية هتعمل انفكشن وهتعمل مشاكل والتهابات في مجرى القناة البولية، بل انه الغالبية الساحقة من اليو تي اي او اليورينري تراكت انفكشن او التهابات المجاري البولية، الغالبية الساحقة في كل دول العالم هي سببها الشيشة كولاي، اللي هي بتكون قد تكون منبعها اصلا من اللارج انتستين. وبالتالي الشيشة كولاي اللي كانت حميدة واللي كانت ممتازة واللي كانت وديعة في اللارج انتستين تنقلب الى كائن شرس ووحش في اليورينري تراكت انفكشن. اذا كان وصلت لللانجز هتعمل بالمونري انفكشن، اذا كان وصلت للسباينال كورد هتعمل مينينجايتس، اذا وصلت للوون ممكن تعمل ابسس فراجات. وبالتالي المفهوم الاوبورتونستيك مايكرو اورجانيزم بنقول عنه they ordinarily do not cause disease in their normal habitat. هذه الاوبورتونستيك مايكرو اورجانيزم زي الشيشة كولاي ما بتعملش او لا تسبب امراض في وين؟ في النورمال هابيتات، هابيتات اللي هو المكان البيئه الطبيعيه اللي بتعيش فيها. In healthy person, في الهيلثي بيرسون، but may do so in different environment. يبقى في النورمال هابيتات، في البيئه الطبيعيه اللي هي المفروض تكون موجوده فيها زي اللارج انتستين، هي لا تشكل اي مشاكل، لا تشكل اي خطر، ولا في عند الناس الطبيعيين اللي عندهم صحتهم طبيعيه. ولكن اذا خرجت من هذه البيئه الى بيئه اخرى او اماكن اخرى في جسم الانسان، قد تتحول من نورمال مايكروبيوتا الى باثوجينيك مايكرو اورجانيزمز. المثال هنا واضح جدا اللي هو في حاله الايدز، بيقول لي ايدز از اوفن اكومبانيد باي كومون اوبورتونستيك انفيكشن. المريض الايدز يعني هو خير مثال على تعرضه للانفكشن. اوبورتونستيك يعني معناتها انتهازي، اوبورتونستيك انتهازيه. يعني لو نحكي عن نيوموسيستس نيومونيا كوزد باي اوبورتونستيك اورجانيزم نيوموسيستس جيروفيسي، this secondary infection can develop in AIDS patient because their immune system are suppressed. Before the AIDS epidemic this type of pneumonia was rare. في الناس الطبيعيين والفيش عندهم مشاكل بكتيريا جيرو في سي، هذه البكتيريا نادر جدا انها تعمل مشاكل وتعمل امراض عند الناس الطبيعيين، وبالتالي هي تعتبر من النورمال مايكروبيوتا. طيب اذا اصيب الانسان بمرض الايدز وهبط مستوى جهاز المناعه، تتحول هذه البكتيريا اللي هي النوموسيستس جيرو في سي الى اوبورتونستيك انفكشن وتسبب نيمونيا، تسبب نيمونيا. اذا هي ليش سببت نيمونيا مع انه هي نورمال مايكروبيوتا؟ هي سببت نيمونيا لانه هي منتهزيه وهبط مستوى جهاز المناعه فتحولت الى باثوجينيك. عشان هيك احنا بنقول انه شرط النورمال مايكروبيوتا تكون في النورمال هابيتات، تبقى نورمال مايكروبيوتا في الهيلثي بيرسون، في الهيلثي بيرسون. لكن وقتيش الانسان بينزل مستوى المناعه تبعته، قد تتحول النورمال مايكروبيوتا هذه الى ايه؟ الى ممرضه. وبالتالي النورمال مايكروبيوتا تتحول الى بكتيريا ممرضه في حالتين. الحاله الاولانيه ان هي خرجت من المكان النورمال هابيتات، مكان الطبيعي اللي بتعيش فيه، الى مكان اخر، او بدون خروجها الى مكان اخر وهي موجوده في مكانها، اذا هبط مستوى المناعه في جسم الانسان تحول الى اوبورتونستيك انفكشن او اوبورتونستيك مايكرو اورجانيزمز،
حتى لو لم تخرج من مكانها، طالما شعرت ان جهاز المناعه اللي بيعمل كنترول على اعدادها تاثر او هبط مستواه كمثال زي مرضى الايدز، وبالتالي تصبح النورمال مايكروبيوتا الموجوده في الانف والحنجره واللارج انتستين واماكن اخرى في الجسم تصبح هي اوبورتونيستيك مايكروورجانيزم وتسبب الامراض. يبقى الشرطين اللي هم ضروريان للضروريات لبقاء النورمال مايكروبيوتا، نورمال مايكروبيوتا وعدم خروجها من المكان اللي هي نورمال هابيتات تبعتها. اثنين، البقاء جسم الانسان على الهيلث ستيتس كونديشنز اللي تحافظ على الكنترول لهذه البكتيريا وتكون الامور كده يعني ماشيه في السليم. لعند هنا احنا نكتفي وفي المحاضره الاولى، وان شاء الله نستكمل في محاضره قادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.